قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة محافظة الإسماعيلية للاطمئنان على الأسر الوافدة من شمال سيناء للتأكد من استقرار أوضاع أبنائهم في مختلف المراحل التعليمية وتلبية مطالبهم وتوفير الدعم الكامل لهم ولأسرهم. نتمنى أن الفترة دي تبقى مريحة للطلاب الجمال اللي قاعدين ورا دول، ونريحهم قدر الإمكان ونحسسهم أنهم في بيتهم، وهو بيتهم فعلا. يعني النقلة من سيناء الإسماعيلية للدقهلية كلها حاجة واحدة. ولكن أي حاجة محتاجينها الطلبة أو الأهالي أو المدرسين اللي اتنقلوا احنا تحت أمرهم، وأعتقد الوزارة اوريدي قامت بحاجات كتير واتقابلوا في المدارس زي ما سمعتوا، وخدوا الكتب والزي والدروس وما إلى ذلك. معلمين كانوا بيسألونا ان اللي كان ليهم حافز في سيناء هل هياخدوه لو اتنقلوا؟ الإجابة أيوة، هياخدوا كل حاجة كما كانت. أي عوائق بيروقراطية احنا بقى بنحلها لكم علشان ما حدش يقول لكم استنوا الورق والختم والبتاع، ده اللي احنا جايين نعمله. فإن شاء الله بالتعاون بيننا كلنا يعني الحياة تبقى سهلة.